قال هل عندما حل الروح القدس على العذراء قدسها وطهرها كلها ام قدس وطهر احشائها فقط لكي يأتي المسيح من احشاء بدون خطيه؟ بس يعني دخولكم في اسئلة زي كده حاجة صعبة. هو طبعا طهر احشائها لكي يأتي المسيح من احشاء بدون خطية، لكن هذا لا يمنع من انها تكون تقدست كلها اثناء فترة الحمل المقدس.